مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل الجبنه النباتيه بدون اي نوع حليب. هي مناسبه للبيتزا، مناسبه للحشو، مناسبه لكل شيء. سهله وبسيطه جدا. يلا على الوصفه. 400 جرام كاشو، نوضع ماء من الصنبور، ننتظر لمده 6 ساعات. هيك بعد 6 ساعات تقريبا الحجم اتضاعف. شايفين كيف؟ هذا قبل النقع وهذا بعد النقع. شايفين كيف الحجم اتضاعف؟ يعني شرب مية. نتخلص من الماء وبنوضعه بالخلاط. كوب ماء عادي من الصنبور 200 جرام، معلقة صغيرة من الملح. أنا استخدمت ملح الهيمالايا إذا كان متاح عندكم هو صحي. ثوم بودرة معلقة صغيرة، فلفل أسود ربع معلقة صغيرة. نعصر ليمونة. حافظ جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. نطحن جيد حتى يصبح ناعم. يمكن استخدام أي خلاط متاح، هذا الخلاط كمان بناعم أكثر وأسرع ولكن كان حجمه صغير. هذه المرحلة الأولى، جبنة كريمي بعد 10 دقائق من الطحن. بنروح على المرحلة الثانية، إذا أنتم بدكم إياه يكون مثل القالب، نوضع 50 جرام أجار أجار. توفر في محلات العطار هو نباتي، توفر بكثرة متوفر. نوضع كوب ماء ساخن 200 جرام. وبنحرك مكونات جيد. بعد ما دوبنا الأجار أجار نوضع بالخلاط وبنطحن المكونات قليل حتى تنسجم مع بعضها البعض. يمكن استخدام أي قالب متاح عنا. نتركها في المطبخ حتى تبرد تماما. بندقها على الطاولة 5-6 مرات حتى تكون متساوية. بعد ما بردت نوضع الغطاء ونوضعها بالثلاجة لمدة 6 ساعات. هذه المكونات إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للشاشة. هيك بعد 6 ساعات هيك جاهزة للتقديم. أنا حقص العلبة لكن أنتوا فيكو ما تخسروا العلبة، فيكو تطلعوها بسكينة، ولكن أنا عشان التصوير بدي يكون قالب حلو شكله، يعني سهل يطلع من العلبة. قصها فرجيكو كيف شكلها من الداخل، كتير هي روعة وكتير هي مميزة. ممكن نبشرها، ممكن يعني سهلة، ممكن نتحكم فيها. وإذا غلبتكم بالبشر ممكن توضعوها بالفريز نص ساعة وتبشروها. ممكن نوضعها على خبزة، نوضعها على الطاسة، نوضع صلصة، ونوضع الجبنة النباتي على حرارة هادئة وبنغطيها. بنوضع بصل، ممكن نوضع بصل حسب ذوقكم، يعني مجرد أنا بديكم أفكار. وبنغطيها على حرارة هادئة حتى تسيح الجبنة. هيك أصبحت جاهزة، تقريبا أخذت 5 دقائق معي. ممكن نحط توابل البيتزا، إذا محتاجين توابل البيتزا حوضع الرابط تحت في صندوق الوصف. مثل ما انتم شايفين هي كتير روعة، كتير بسيطة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى يشتركوا بالقناة اليوتيوب باسم قناة شيف نائل منشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.